نرجع تاني مع بعض مع اتنين من نجوم الكرة المصرية، كابتن طارق السيد طبعا نجم مصر ونجم نادي الزمالك السابق. ازيك يا كابتن طارق؟ ازيك يا كابتن كريم؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كابتن محمد جوده نجم مصر ونجم النادي الاهلي السابق، ازيك يا كابتن جوده؟ اهلا يا كابتن كريم. اخبارك يا نجم حبيبي؟ يا كابتن ربنا يخليك. شفتوا الجدل كده؟ قاعدين ميتين من الضحك بره على سبايدر مان. يعني طبعا يعني هتكلم في ماتش المقاولين والاتحاد والكرة جول ولا مش جول، يعني عاملين جاي لي رسائل في ناس بتقول جول وفي ناس بتقول مش جول، لكن نقدر نحددها من خلال الزاويه دي؟ يعني نقدر نتاكد بشكل 100% ان الكره جول او مش جول من زاويه الكاميرا دي؟ لا بص يا كابتن، هو لو بشكل قاطع يعني بصراحه ما تقدرش، لكن لو مثلا انا سالتني، انا احنا اختلفنا انا وكابتن طارق برضه. يعني انا شفتها، انا شايفها جول بصراحه. وكابتن طارق قال لي لا ما دخلتش كلها. يعني برضه اقنعني شويه، فهي صعبه جدا جدا يعني. حتى زي ما كنت بتكلم مع حضرتك في الفاصل، بنشوف بره دلوقتي بقوا خمس حكام. يعني انت انا مش قادر ارد طبعا عشان موقفي حساس، عشان كابتن حسن ماسك المقاولين. لا بس انا متاكد انت لو شايفها جول، انا لو شايفها جول والله هقول جول، بس انا زيك وزي طارق مش متاكد بنسبه 100% سواء جول او مش جول. حتى جبنا محمود ابو السعود عشان يعني هو الحارس المرمى. محمود خلي بالك يعني من الشخصيات، لا واضح ان هو هيقول يعني لو جول هيقول بالظبط يعني. بس فبقول لحضرتك في بره دلوقتي بقوا الحكام بقوا خمسه، في واحد مسؤول عن الخط ده ومسؤول عن الخط ده. حتى حضرتك قلت لي دلوقتي في حتى الكاميرا اللي بتتحط في اسمها جولدن اي او عين الصقر دي اللي هي بس دي تكنولوجيا بقى في الملاعب العربيه يعني. حتى كنت بتكلم مع كابتن طارق قلت له يمكن الاتحاد مش عايز يطبقها عشان تكلفه ولا حاجه، قال لي لا مش في كاميرا جوده يعني. سيبك من الاتحاد الكوره، في كاميرا حتى لينا كاعلام بتتحط يا طارق في الحديده اللي ورا الجول، شغله بتبين اي حاجه تعدي الخط، شغل المخرجين. احنا برضو كابتن يعني عندنا سنه اهمال في الحاجات دي عشان ما يحصلش الجدل اللي حاصل دلوقتي ان الكوره جون ولا مش جون، هل انت شايفها جون انا مش شايفها جون. اللاينز مان بص برضه لما تشوف المساعد مش يعني مش هتبان يا كابتن كريم. الكادر مش هيبين الكوره خالص. ممكن تكون من وجهه نظرك في الملعب تبان، ممكن تكون من وجهه نظري انا ما تبانش، هتلاقي فيه اختلاف اراء. انما لو في تكنولوجيا فعلا زي ما حضرتك بتقول الكاميرات اللي هي عين الصقره او هي بص الكوره دي اكتر حاجه قدرنا نوصل لها اللقطه دي، مش الزوم بكل حاجه مش هتبان بنسبه كبيره يعني مش هتبان. انما طبعا ممكن انا اشوفها جون وممكن انت ما تشوفهاش، ممكن جوده يشوفها اوت وانا اشوفها جون. في اختلاف، ما دام ان في اختلاف يبقى في حاجه غلط. ايه هو الغلط؟ ان انا لازم اظهر بتكنولوجيا بقى بحكام زي ما الكابتن جوده بيقول، الحكامين الزياده اللي هم بدل ما هم ثلاثه يبقوا شغلانتهم هم هي الموضوع ده او هي الكره دي. فطبعا مهم ان احنا يعني نبص ونحاول يبقى السلبيات اللي موجوده من السنه الجايه ان شاء الله باذن الله ان احنا نحاول نعدلها، سواء كاميرات او سواء حكام زياده. ويا ريت المساعدين برضه يا كابتن، في مشكله عن المساعدين. انا مش عارف هي دي جون النهارده بتاع الكابتن طارق يحيى بتاع الاسماعيلي كابتن شفناه برضه معاك برضه. ده في حاجات كتير، حاجات كتير بجد. لا النهارده صعب قوي يا كابتن كريم الجون ده، يعني دي يعني انا مش عارف اتحسب بعيده يعني فيها متر تقريبا، يعني الولد فرق بتاع 3 4 خطوات وخط ال 6 يارد مساعده يا كابتن، ولاقي اللاعب مين رافع. طب انت رافع يعني هو تلاخي يعني. اعتقد شاف ان اللعيب الاصيل ده افتكره حارس المرمى، ما هي ملهاش غير كده. صعب قوي كابتن يعني ملهاش غير صعب 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 يعني. انما طبعا احنا كل الناس دي متعه كره القدم، خلي بالك كل الناس بتغلط يعني جزء من اللعبه، اخطاء التحكيم كوره بالظبط، اخطاء التحكيم جزء من ده. طيب تعالوا نبدا بالاهلي النهارده عشان احنا معانا لقطات من مباراه الاهلي الزمالك، يعني ما شفناش حاجه غير لقطتين كده من على الانترنت. يعني هبدا بكابتن محمد جوده، ورايك ايه في الاهلي النهارده وفوزه على الافريقي 2-1 يا كابتن جوده؟ بص يا كابتن كريم، عايز ابدا بس ان الاهلي دخل المباراه يعني في عايز اقول في نواقص كتير جدا يعني، مش نواقص يعني. اول حاجه مثلا الجمهور اللي يعتبر زي ما حضرتك عارف اللعيب رقم واحد، فدي طبعا هتفرق بس هناك دي على طول بقى يعني تمام خلاص. لا احنا بنتكلم دلوقتي بنتكلم على الدوري يا كابتن، تكافؤ الفرص، ان مفيش جمهور على الكل. انما انت لما بتلعب مباراتين، هم هيلعبوا بجمهور ولا مش هيلعبوا بجمهور؟ هيلعبوا بجمهور، انت هنا مش هتلعب بجمهور. فدي انا بتكلم مبدئيا على الحاجات اللي دخل بيها النادي الاهلي المباراه. تاني حاجه الاجهاد الشديد جدا اللي احنا شايفينه طبعا من كثره المباريات. انا بتكلم بامانه والله يعني وبحياديه يعني. لا بس انا افتكرت كلام كابتن ابراهيم بس فقعدت. تالت حاجه يا كابتن الغيابات المؤثره جدا اللي عنده المتمثله في باسم علي ومؤمن زكريا. فدي دخل المباراه بحاجات فعلا يعني فيها مشكله كبيره جدا. مؤثرين مؤمن وباسم مؤثرين جدا وحسام عاشور. بص يا كابتن لو اتكلمنا مؤثرين هقول لك الجمهور رقم واحد. تاني حاجه الاجهاد الشديد جدا اللي انا كنت متحفظ تحفظ شديد جدا على لعب مباراه الداخليه قبل مباراه مهمه زي دي. انت حضرتك عارف النادي الاهلي نادي الزمالك نادي سموحه، بس المشكله جوده ان انت ما تقدرش تاجل للاهلي اوريدي ليه ماتشات متاجله وما عندكش وقت
تلعب الماتشات دي يا كابتن كريم. انا حتى بعد ما عرفت حتى القرعه يعني هلاعب الافريقي التونسي، يعني هلاعب الافريقي نادي يعني يعني حتى بنتكلم انا وكابتن طارق يعني خمس ست لعيبه عارف قدام نارين، ممكن الدوري ما تعرفش تكمله، ممكن ما يكملش على المباراه دي. ما انت ما عندكش مواعيد، انت مش لاقي مواعيد لماتشين متاجلين تانيين للنادي الاهلي، تعرف كده؟ لا يا كابتن، يعني برضو يعني برضو انا يعني دي في منتخب مصر دي وجهه نظري. حضرتك انت حضرتك اكيد شفت مباراه الداخليه وشفت صعوبتها ازاي، وشفت اللعيبه بذلوا مجهود ازاي، وشفت حتى الاصابه الجسيمه للمؤمن اللي هو مش هيكمل. خلي بالك الافريقي التونسي لعب لسه مباراه من يومين ثلاثه مع ترجي في تونس، يعني برضو يا كابتن يعني برضو اللعيبه برضو انت حضرتك عارف تونس يعني اقرب للاحتراف شويه مننا، وحضرتك عارف يعني حتى بيعتمدوا على النواحي البدنيه بصوره اكبر يعني. تمام. بس فمبدئيا دخل المباراه بحاجات كده يعني تقلله شويه وتقلل فرصه شويه عكس اللي هيبقى هناك. طبعا جمهور حضرتك عارف جمهور الافريقي جمهور كبير جدا. ايوه. تاني حاجه يعني كنت اتمنى يعني انا من وجهه نظري المباراه تبقى على 1-0 بس احسن من 2-1، وحضرتك عارف كده طبعا يا كابتن كريم. يعني كنت اتمنى الحفاظ على الشباك نظيفه اكتر من ان انا اجيب جون واتنين، يعني دي برده هتفرق جدا، لان هو هناك خلاص هو هناك كده كده لا بديل عن الفرصة، سواء اتغلب واحد او انما دلوقتي بتديله فرصه ان هو يكسب 1-0 ان هو يعدي الدور ده. فبرضه هي النقط دي يعني كنت اتمنى الحفاظ على الشباك. تاني حاجه بقى يعني برضه في حاجات كده برضه يعني في حاجات في الملعب فنيه لو حضرتك عايز نتكلم دلوقتي. يعني برضه نزول حسام غالي قوي برضه بتاخد منه، هو اصلا مجهد بيستلم، لازم الاثنين سيرت باكات دلوقتي كابتن في العالم كله هم اللي بيبداوا الهجمه، هم اللي احسنهم يا كابتن جود النهارده. طبعا طبعا انا بتكلم انا بتكلم ان حسام بيعمل مجهود زياده فبيأثر عليه. انا اتكلمت في حاجتين لو عملهم حسام غالي، لو برضه حسام غالي لعيب كوره كورته عاليه برضه يعني نجيب وسعد او شريف حازم، شريف حازم برضه ما عندهمش نفس الكوره بتاع او بدايه الهجمه بتاعه حسام. ما هي دي بقى النقطه اللي انا بتكلم فيها كابتن، لازم يشتغلوا عليها كويس، حتى مش النادي الاهلي بس، حتى عموما يعني لازم يبداوا الهجمه، لازم الاثنين دول في العالم كله بيبداوا الهجمه. وتاني حاجه برضه يا كابتن حضرتك شفت يعني ناحيه يعني سعد سمير ادى يعني ادى بصوره كويسه او ادى على قد امكانياته، لان برضه فرق جدا باسم علي مميز في الحته دي. وحضرتك عارف لما الملعب يبقى مقفول او فريق الافريقي طبيعي بطبعه هيقفل جاي مصر وبيلعب خارج ارضه عايز افضل نتيجه، هيقفل عايز واحد شغال ناحيه هجوميه من الاجناب بالظبط الاجناب. وتاني حاجه كابتن الشوط على الجول ده اللي بيفتح التكتل الدفاعي. فاعتقد النهارده يعني حسام غالي انا قلت حتى في الاستوديو التحليل اللي فات لو عمل حاجتين، لو غير رتمه شويه كابتن، هو رتمه يعني بيلعب الكوره دلوقتي واحسن الحمد لله ما فيش ميس باس خالص يعني يعتبر اختفى، بيلعب كوره ايجابيه. ولكن لو غير رتمه شويه وبرده دخل حضرتك عارف نص الملعب ده كابتن ايه اللي بيميز حسني عبد ربه؟ لازم الشوط. اعتقد يعني انت ما فيش ولا شوطه بقاله فتره، فلو عمل الحتتين دول هيبقى اقرب لعيب في الكره المصريه للعالميه. والمركز ده كابتن مهم جدا، ما بقاش خلاص ما بقاش ان انا اقطع الكوره واسلم، لا المركز ده مهم جدا زياده لاعب الفرقه. فاعتقد يعني حسام غالي زي ما بقول لحضرتك لو عمل الدور ده هيفرق بصوره كبيره جدا. ويعني وفي برضو بعض الحاجات طبعا خلاص يعني انت الناحيه اليمين شبه اتلغت خلاص، بقى عندك جناح يعني شبه مفقود لان سعد سمير هي قدراته كده يعني احنا مش هنقدر نقول كده. والتكتيك برضو اللي لعب فيه النادي الافريقي حاجه مهمه جدا، حافظ النادي الاهلي كويس جدا، شكله مذاكر كويس جدا، في لعيبه مميزه. يعني عايز اقول لحضرتك كابتن كريم خمس ست لعيبه اتكلمنا انا وكابتن طارق في الفاصل يعني ليه اي حد. فاعتقد يعني المهمه برضو مهمه بقت صعبه جدا على بس برضو طرد صبر خليفه ومش مشاركته مع عدم مشاركته في مباراه العوده يفرق برضو مع النادي لعيب طبعا وعوده باسم علي طبعا باسم علي الماتش الجاي ان هو كان موقوف النهارده، لكن طبعا مؤمن زكريا مش هيكون موجود، لكن حسام عاشور ممكن تلاقيه كمان موجود. حسام عاشور لازم بقى طبعا لانها هتختلف يعني تريزيجيه كمان عنده خلع في الكتف ممكن تخليه احتمال كبير فعلا في احتمال كبير عندي تعليق كابتن كريم صغير. طبعا كلام الكابتن جوده صح 100% في حته حازم شريف حازم وسعد سمير. النهارده فوجئت لقيت بيلعب سعد سمير هو الباك رايت في ظل ان وجود شريف حازم كان ممكن بيلعبها قبل كده ولعبها قبل كده مره واثنين وثلاثه. فلو كان الفكر اختلف شويه من ناحيه جهاز النادي الاهلي لاعب شريف حازم هو اللي باك رايت وخلى سعد سمير جوه كان ممكن يبقى الشكل احسن شويه ناحيه اليمين. خاصه ان انت رامي في في في, في الشوط الثاني كله بدات ترمي واحد زي كريم بامبو قدام 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 سعد سمير. سعد برده ما بيعديش نص الملعب او الهجومي. شريف كان هياخد الحريه شويه، زائد برده التغييره اللي حصلت الثانيه بتاعت صلاح الدين سعيدو اعتقد ان كان بدري شويه، كان المفروض تحصل مكانها تغييره كريم بامبو. اعتقد برده كان هتبقى ما هي والتغييره بتحصل الاهلي جاب الجول صح تغييره صلاح الدين سعيد ده اصابه
لا 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 الكابتن كريم بيتكلم صح. انا بس كنت بقول هو نزله عشان يلعب باثنين عشان يحرج جيب جول فراح عادل 1-1 يا كابتن. التغييرات الطرديه بس عوضتها الطرد يا كابتن. التغييرات الطرديه يا كابتن بتاع تريزيجيه وصلاح الدين سعيد. التغييرات الطرديه بتاعت سبب ان بيزود الناحيه الهجوميه. ما هو خلي بالك والاهلي يعني انا من كابتن فتحي مبروك كنت ممكن اخر شويه صلاح الدين سعيد. ما هو كان هيقوم لك بنفس الدور يا كابتن كريم بامبو. على فكره لما نزل كان كويس قوي وعمل هجمتين. بس صلاح طارق غير بامبو يعني. كريم بيجي من تحت ولكن صلاح بيتمركز جوه 18 جنب متعب. انت كابتن النهارده النادي الاهلي كان محتاج شويه ان هو يستغل الجنبين ويشتغل بيهم. زي ما قال سعد سمير برضو مهام الدفاعيه وامكانياته الهجوميه مش زي بس معلي. اللي قام لك بالدور ده مين؟ الاول كان شغال تريزيجيه وكان الناحيه الثانيه رمضان صبحي. انت خلاص هتسحب يعني تريزيجيه اتعور تريزيجيه اتصاب وسحبته ونزلت صلاح الدين سعيده. لا انزل مكانه كريم بامبو هيعمل نفس الشغل ونفس الدور واخر خمس دقائق ربع ساعه او بس خلي بالك حسابات المدربين بتختلف عننا ليه؟ وانت طبعا مدرب وكنت ماسك نادي الزمالك. دلوقتي انا كريم بامبو بقاله كتير بعيد عن الماتشات وصلاح الدين سعيد وهو نازل قبل ما ينزل مفيش 10 ثواني الاهلي تعال يعني. كان التغييره دي كابتن فتحي مبروك كان بيفكر فيها قبل ما الاهلي يجيب الهدف الثاني. استنفر الطاقات ولا زياده. كابتن فتحي مبروك جاب الولد ده من البيت. بعيد انت مش ضامن منزله في وقت حساس مع الافريقي التونسي ومتعادل والماتش متكهرب فبرضه قلقان على الولد يعني. هي حسابات اعتقد دي حسابات هي وجهه نظر تحترم. انما كريم انا اعتقد ان كريم بامبو لو كان نزل شويه عشان كده لما نزل يا كابتن كان اتفرج عليه الربع ساعه اللي فاتت كان في منتهى الروعه. لازم بالتدريج وعمل كورتين ثلاثه في منتهى الخطوره. الصغير يا كابتن كريم اللعيب الصغير لما بياخد فرصه وبيبقى غايب فتره بيبقى مشتاق جدا عايز يطلع اللي عنده كوره عايز يقول لا ده انا اتظلمت ده انا وبتستنفر انت بقى كمدير فني تستنفر طاقته ولد صغير لسه. انما صلاح عادي بياخد شويه وبيقعد وبياخد وبيقعد يعني عارف انت برضو ايه ومش عارفين نطلع منه او نزل عليه. الكابتن فتحي عملها مع صبري الله ينور يعني عليك صبري حيل صح. الله ينور عليك جابه من بره خالص دخله صبري بدا يخش ودي بيقول صبري عامل اربع ماتشات جامدين ودي راجع منتخب مصر والكلام ده كله. فالولد ده كابتن كمان يعني عايز يرد عايز يقول ان انا اتظلمت فتره مستر جريم طلع كريم بامبو ورمضان صبحي كان فتحي مبروك. عشان كده بقول لك يعني ايه يعني كانت التغييرات برضه كان كابتن محمد يوسف برضه في يعني عشان ما نقللش هو اداهم الفرصه اكبر بالظبط يعني. التغييره دي كانت خدت ربع ساعه بدري شويه كابتن كريم كانت هتفرق مع النادي الاهلي في الشكل الهجومي بتاعهم خاصه يعني انا بحبه على المستوى الشخصي الولد ده وشايف ان هو جاي في الفترات الجايه لمنتخب مصر مش بس النادي الاهلي وشايف ان هو اتظلم كتير جدا جدا فتره جريد والراجل ما كانش بيعتمد عليه خالص وكان مطلعه بره الصوره على الرغم ان هو لو كان اعتمد عليه. شفت النهارده كابتن كريم رمضان صبحي لما بياخد النهارده بيبقى عامل ازاي برضو الراجل كان غضبان عليه شويه. صبر رحيل نفس الحكايه. ناس كتير في النادي الاهلي في كورتين عايز اتكلم فيهم يا كابتن جوده وكابتن طارق في الماتش ده. الكره اللي اتطرد فيها صبر خليفه اللاعب الافريقي التونسي وفي كوره برضه انا شايفها ضربه جزاء لرمضان صبحي. دي ضربه جزاء مليون في المية. بص دي كره صبر خليفه هي مش يعني هي ما فيهاش حاجه خالص بس ما ياخدش انذار يعني من وجهه نظري ما فيهاش تمثيل لا 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 خالص يعني لكن الحكم زي ما تقول ايه شايلها له عشان اعترض عليه بشكل وحش اعتقد يا كابتن عايز اقول لحضرتك حاجه يا كابتن كريم اعتقد الكره دي اثرت على قراره انه ما يديش ضربه جزاء للنادي الاهلي صح مليون في المية لان التانية ما فيهاش شك خالص يعني ودي انذار لرمضان وهي ضربة جزاء اعتقد ان هو الكرة دي يعني دي ما فيهاش حاجة نجيب. بص اهو لعب على الكورة في التحام طبعا ايد في ايد مع بس من غير انذار بس ما يستحقش انذار صبر خليفة عشان نبقى محقين يعني ونفس الكلام فعلا لا لا ما فيهاش حاجة خالص يعني كابتن الكرة التانية بقى بتاع يعني انت متفق معايا كابتن طه كابتن جودة بنالتي واعتقد لا دي لا لا دي ما فيهاش حاجة تعالى نتفرج على الكرة التانية بتاعت رمضان صبحي. بص رمضان لم خد الكوره خالص الراجل راح تريك ماليش دعوه بالكوره طول عمر الحكام يقول لك لو لمس الكوره يبقى خلاص يبقى مش بنالتي. دي ضربه جزاء ويعني انذار للاعب الافريقي مش لرمضان بالفعل. صبحي بالفعل الطرد اثر عليه اعتقد قرار الطرد سواء قرار الطرد زي ما حضرتك بتقول يا كابتن كريم قرار الطرد اثر عليه فعلا اثر على الحكم في عدم احتساب الحكم ده واضح ان هو اتنرفز يا كابتن. في لقطه انا شفتها من في الماتش بي 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 بيدي الولد البوكس بتاع الافريقي صبر خليفة كان رايح يعمل معاه مشكله وبعد كده واللي انا سمعته برضو في المذيع اللي بيقول ان الحكم ده كان واقف صلاح الدين سعيد قبل كده سنتين كوف في ماتش في كاس في اثيوبيا بس الحكم ده اثيوبي فعارف صلاح الدين سعيد فوقفوا سنتين ورا بعض فواضح ان هو نرفز جدا او تنشن جدا حابب يفرض شخصيته وشكله كان واضح في المباراه. كابتن جوده الاهلي يقدر يعدي في تونس؟ بص يا كابتن ما انكرش ان يعني الموضوع صعب جدا
صعب جدا جدا جدا. ولكن لازم كابتن فتحي من دلوقتي. بس المشكله انا مش عارف هو هيلعب مباراه دوري قبل ال هيلعب لسه الماتش كمان اسبوعين المشكله بدايه شهر 6. المشكله ان لازم كابتن يعود ماتشين ثلاثه يعود اللاعبين. يمكن انا قلتها قبل كده برضو بعد المنتخب في ماتشين في الدوري اعتقد يمكن قبل ماتش قبل كده ثقافه الفوز خارج الملعب دي حاجه مهمه جدا يا كابتن. 2-1 دي يا كابتن كريم لو انا فضلت ادافع ممكن ال 90 دقيقه ممكن في الدقيقه 92 يدخل فيها جون اخرج. يعني لابد من النادي الاهلي انه يحرز هدف ويغير. كابتن فتحي مبروك يحاول يغير ثقافه لعيبه النادي الاهلي دلوقتي وكل المدربين تحاول تغير ثقافه اللعيبه ان انا اتعادل بره او اتغلب باقل نتيجه بره. دي هتفرق معانا بصوره كبيره. شايفين النادي الافريقي بيجي يحرز هنا. يعني شايف كابتن فتحي يختلف ايه عن طريقته هنا في الماتش الجاي وهو كسبان بقى 2-1 تمام وهيرجع له حسام عاشور مش هيكون ان شاء الله عنده اصابه هيرجع له باسم علي من عناصر طبعا مؤمن زكريا مش هيلعب. شايف الشكل هيبقى عامل ازاي او طريقته هتكون عامله ازاي في ماتش العوده؟ يعني بص يا كابتن لازم هو اصلا الكابتن فتحي يعمل سيناريوهات للقاء ولازم يحط في دماغه السيناريو الأسوأ ان هو يدخل فيه جول. لازم يلعب اكن انا نازل مباراه مغلوب 1-0 خسران 1 خسران عايز اجيب جول. دي اهم حاجه. ولكن برضو بتوازن طبعا. كابتن فتحي مبروك خبره كبيره طبعا واقدر مننا ان هو يعملها. ولكن احنا بنتكلم فنيا ان هو يبقى عنده حاجه مهمه جدا يا كابتن كريم ان هو يحاول يحرز هدف ما يدافع. بنشوف مدربين كتير جدا يعني ان هي تتعادل دي بتقاتل ان هي تعادل تكاد تكون ما بتعملش هجمه خالص. ولكن هناك مع الجمهور مع مش عارفين ضغط التحكيم ممكن لاخر لحظه في ضربه جزاء في الدقيقه 93 92 يبقى كل المجهود اللي انت عملته ده راح. ولكن لو احرزت هدف يعني بنسبة كبيرة جدا يعني هتطلع بالمباراة هتعدي بالمباراة. وتاني حاجة ان انت برضو هتخلي فريق الافريقي برضو زي ما حصل هنا يعني ببقى عايز احاول ان انا اتعادل دي مبدئيا واحاول تاني ان انا احرز هدف تاني فدي بتصعب الامور. واعتقد النادي الاهلي رجع له شخصيته يا كابتن كريم. عايزين نقول من المكاسب المهمه جدا ان انت ترجع للمباراه مع فريق زي الافريقي بالظبط. انت خسران 1-0 على ارضك بالظبط على ارضك يعني سواء في اي حته النادي يعني النادي الاهلي دي عايزه نادي صاحب شخصيه. في انديه تانية بتنهار ان يدخل فيها جول انما ان اتعادل واحرز هدف الفوز. فاعتقد النادي الاهلي رجع له شخصيته. انا شايف يا طارق ان نقطه ضعف فريق الافريقي التونسي من ناحيه الشمال بتاعته من اليمين بتاعت النادي الاهلي وان غياب صبر خليفه هيفرق برضه مع النادي الاهلي هناك في تونس. اكيد يا كابتن كريم كلامك صح 100%. اضعف المراكز النهارده في الفرقه الافريقي التونسي اللاعب الباك ليفت وهو اسمه اسامه الحدادي. النادي الاهلي النهارده عشان كده يا كابتن كريم انا كنت بقول ان نزول كريم بامبو شويه بدري كان هيفرق مع النادي الاهلي. يستغل النقطه دي لان الولد فعلا اقلهم في المكان ده. انما طبعا يا كابتن كريم مهم جدا كلام الكابتن جودة ان فرقه النادي الاهلي رجع لها شخصيتها وشخصيه المكسب. ان هو النهارده النادي الاهلي بعد الخسائر الفتره اللي هي فتره جريده كان بيخسر والنتيجه ممكن تزيد منها ماتشات خسر 4 ومنها ماتشات كان يعني كان شكل النادي الاهلي مش هو النادي الاهلي. النهارده مع الكابتن فتحي مبروك ظبط الملعب الشكل مختلف لاعب كل واحد في مكانه ادى ثقه الشكل مختلف رفع الروح المعنويه اللعيبه اللي ما بتلعبش واللي هو واثق فيها وزي يعني مثلا واحد صبر الرحيل ده انا ما عنديش حسين السيد صح. وكان جاريدو بيجيب وليد سليمان يلعبه باك ليفت ومره جاب باسم علي باك ليفت فاكر ماتش المقاولين بالفعل فرجعت شخصيه النادي الاهلي اداء النادي الاهلي روح اللعيبه النهارده كله النهارده يا كابتن كريم بيجازز على اسنانه بلغه الكوره. في تاكلينج في كل حته في الملعب في لعيبه بتدوس في كل حته في الملعب الكوره بتضيع بسرعه جدا بتلاقي اللعيب راجع تاني مكانه. انما الامر صعب فالافريقي التونسي لان فرقه الافريقي التونسي فرقه محترمه جدا جدا يا كابتن كريم. عندها مجموعه لعيبه مع الجماهير هناك كمان هيبقى عندهم دافع قوي جدا. فرقه واخده الدوري العام التونسي فرقه عندها اللعيب سيدو سيلفيا ده في نص الملعب يعني كويس. لغه الكوره اسد وحش في نص الملعب عارف انت بيقاتل على كل كوره وما بيهابش وبيشوط من اي حته. عندهم نمره 2 ده في منتهى الخطوره نمره 8 حسين الناظر في منتهى الخطوره لعيب لاشول لعيب منتخب تونس لعيب لاشول اللي هو في نص الملعب ده كابتن في منتهى اتكلمت عليه انا قبل الماتش قلت عندهم صابر خليفه وعندهم حسين الناظر وعندهم وبلال بالعيفه اللي هو المنياوي اللي جاب الجول برضو ده هدف برضه ده في منتهى هم عندهم 3-4 عناصر يعني وبعدين هناك برضه زي ما بيقول الكابتن جوده انت ما تضمنش جو التحكيم. ممكن تلاقي نفسك في اخر ماتشات مصر وتونس والماتش مذاع والدنيا يعني هتبقى الامور صعبه بيبقى فيها قلق فيها لعب بيبقى فيها قلق يعني انت في ماتش المغرب التطواني النادي الاهلي خسر في اخر دقيقه
فانت برضو زي ما بيقول الكابتن جود لازم تعمل سيناريو لان انت ما يجيش فيك جون في اخر دقيقه تلاقي نفسك بره البطوله بالزبط. فلازم تبقى عامل لها حساباتك، واعتقد ان الكابتن فتحي على درايه بكل الكلام ده ويقدر ان شاء الله باذن الله. اكيد فوز النادي الاهلي 2-1 ان شاء الله يعني يقدر يعدي عقبه صعبه الافريقي التونسي في تونس ان شاء الله في مباراه العوده. فاصل سريع ونرجع تاني مع الكابتن طارق السيد والكابتن محمد جوده ونتكلم بشكل كده من خلال السمع على مباراه الزمالك اللي المباراه ما تمش اذاعتها النهارده، ونشوف فرص نادي الزمالك ان شاء الله في الوصول برضو لدوري المجموعات في الكونفدراليه بعد الفاصل باذن الله. نرجع تاني مع الكابتن طارق السيد والكابتن محمد جوده نجوم الزمالك والاهلي، وهبدأ بالكابتن طارق السيد وخساره النهارده النادي الزمالك 1-0 يعني في ظل مهزله تحكيميه حسب الكلام اللي اتحكى لنا من الكونغو، هدفين للزمالك لم يتم احتسابهم مش عارفين ليه، احنا ما شفناش طبعا لكن كل كلام البعثه المصريه هناك الصحفيين والاستاذ رحابه برجيله رئيس البعثه واللعيبه كل كلامهم ان في ظلم كبير النهارده. وانت جبت لقطه ضربه جزاء باينه جدا بس هي يعني من بعيد بس نقدر نشوفها يعني الراجل كانسو خالص يعني. بص يا كابتن كريم طبعا انها احنا مازيمبي او 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 مش مازيمبي الكونغو بلد شويه فيها رئيس نادي بتاع مازيمبي، واعتقد انه الراجل ده بتاع لعب كتير جدا جدا جدا، والنهارده كان موجود في الماتش اللي انا سمعته الراجل ده كان موجود في انت عارف ان الراجل الرئيس مازيمبي ده عمل فيه قصه كده مع كابتن ياسر عبد الرؤوف. ايوه يا كابتن كان عرض عليه رشوه وكابتن ياسر عبد الرؤوف رفض يعني اتعملت يعني هو بيعرض على الحكام كلها. انا ما بقولش كلامه خلاص كابتن في النقطه دي لان انا انت سافرت انت عندي الواقعه عندي الواقعه بتاع 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 كابتن ياسر دي وعرفتها منه هو وسمعتها منه هو بودني على في احد البرامج، وانا سافرت قبل كده مازيمبي وشفت الراجل ده بيعمل ايه. على فكره الراجل ده من اغنى الناس هناك، راجل مالتي مليونير وبيصرف مصاريف غير طبيعيه في الكوره خاصه على فرقه مازيمبي، بيعمل كل حاجه يا كابتن كريم عشان ياخد بطوله افريقيا الانديه ابطال الدوري. فطبعا اعتقد ان هو كان موجود النهارده ومساند قوي جدا 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 لفرقه سانجا واعتقد حفظ رئيس النادي بتاع سانجا تعمل ايه وتتحرك ازاي، زائد ان عدم اذاعه الماتش النهارده دي برضه عليها علامه استفهام عشان الناس ما تشوفش ايه اللي بيحصل. لان الفرقه دي يا كابتن كريم اللي مغلوبه من الهلال السوداني 1-0 وهنا وهنا اعتقد مش بالقوه انها تقدر تكسب نادي الزمالك. في المواقف اللي زي دي يا كابتن كريم الحكم بيبقى محجم قوي الماتش على 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 الفرقه الخصم اللي هي بتلعب الفرقه الكونغوليه. اعتقد النهارده احنا نادي الزمالك احنا ما شفناش الماتش بس على الكلام اللي سمعناه في ظلم كبير جدا وقع على نادي الزمالك. نجيب الشريط من بعثه الزمالك وهم راجعين ونعرض اللقطات دي. انما فنيا بقى كابتن كريم انا النهارده وبنادي بالموضوع ده بقى لي فتره كبيره جدا جدا يا كابتن كريم، احنا عندنا في نادي الزمالك جبهه مهمه جدا ما بتاخدش حريتها او مش واخده حريتها او ما بتلعبش مع بعض، عندك حازم امام وعمر جابر واتمنى الفكر ده يبقى موجود، دي وجهه نظري الشخصيه واتمنى ان ممكن يتبص لها لو حتى بشكل ايه بس هم بيلعبوا تجربه مع كابتن جوده بس كطارق قصده مش مثبتها دايما ان هم جبهه مميزه جدا دي نقطه كابتن يلعبوا الاثنين مع بعض يعني بس عمر يبقى باك رايت وحازم من ناحيه يسيب له 50 60 متر خاصه يا كابتن كريم في الماتشات اللي بره لان انا واحنا موجودين مع في جهاز نادي الزمالك لعبنا كده في الماتشات اللي بره كلها وكان حازم بينزل يكسب الفرقه او كان بيلعب بيبدا يكسب الفرقه. ليه؟ حازم لعيب سريع جدا مهاري جدا تقدر الفرق عادات الافريقيه وانت بتلعب بره كابتن كريم بيبقى في مساحات عندهم كتير جدا ورا بالظبط فهتقدر تستغل حازم تسيب حازم يبقى فيرو يعني مش فيرو يبقى لعيب وسط مهاجم عملوها ماتش الفتحه كابتن كريم عمر جابر ماتش الفتحه الاثنين لا هو ماتش الفتحه كان باك رايت وكان له مصطفى فتحي قصدي الاثنين يعني برضو غير له حازم الشوط الثاني يا كابتن كريم وحازم خد حريه شويه وجاب الجون الثاني من هجمه زي كده بالظبط هجمه مرتده حازم كان عنده المساحه قدر يروح وراح جاب جون فاعتقد ان دي نقطه فنيه لازم يتبص لها من الجهاز الفني ولو الراجل ممكن ما يكونش واخد باله ان حازم ممكن يعمل النقطه دي حد من الناس المصريين اللي معاه كابتن اسماعيل واعتقد كابتن اسماعيل راجل من المدربين المحترمين اللي فاهمين قوي او علاء عبد الغني يكلموه في النقطه دي ان النقطه دي مهمه جدا زائد مصطفى فتحي في الماتشات اللي بره دي يا كابتن كريم ما بيبقاش ايه يعني ممكن ياخد الشوط الثاني زي ما حصل في ماتش الفتح
الرباطي. بينزل فايق واللعيبه الثانيه بقى الفتنس قل للفريق المنافس وكده. لان كمان مصطفى يعني انا طبعا كنت اول واحد بينادي بلعب مصطفى في نادي الزمالك وانا موجود. انما دلوقتي في الماتشات اللي بره خاصه يعني هنا ابدا بيه زي ما انت عايز، مفيش مشكله ينزل يعمل لك شكل ويعمل لك ما في التحامات قويه وما وانت بتبقى محتاج شكل دفاعي اكتر منه هجومي. ومصطفى سريع وكل حاجه ومهاري وكل، بس مش هيبقى من اول الماتش مفيد بالنسبه لك فنيا زي ما ياخد الربع ساعه الاخيره او الثلث ساعه الاخيره او نص ساعه الاخيره. خاصه بره الملعب، اتكلم بره ماتش بره ملعب نادي الزمالك كابتن كريم ما بلعب، ما بتكلمش جوه الملعب. فدول الحاجتين اللي انا ايه اللي انا ليا تعليق عليهم. زائد برضو النهارده كانت مفاجاه بالنسبه لنا ان بيلعب اثنين فراوده صريحين يا كابتن كريم، يعني احمد علي وباسم. انت ما عملتهاش في ماتش الفتح الرباطي وجاب تعملها النهارده على الرغم ان انت هو الراجل اعتقد فكر ان يعني اتنقل له ان فريق سانجا بولوندي قلب الدفاع بتاعه وحش، فقال لك العب باثنين جوه الصندوق اخطف حاجه، وفعلا جابوا جوال الاثنين بس اتلغوا النهارده طارق، احنا مش شايفين برضه معاك ممكن تكون نجحت طريقه اللعب. بس انا برضه يا كابتن كريم بتكلم على ايه، ان انت رايح تلعب بره، ممكن يا كابتن كريم انت ما تهدفش بس المنافس مش ماتشات صعبه، ماتشات صعبه، ما انت مغلوب يا كابتن كريم في الاخر اتغلبت، حتى لو اتظلمت، حتى لو الخساره هي الخساره. ما لسه الكابتن جوده بيقول ايه، خساره النادي مكسب النادي الاهلي النهارده 1-0 احسن من 2-1. ليه؟ لو كسب 1-0 بتبقى صعبه جدا على الفرقه هناك يا كابتن جوده ان 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 عنده حلين حتى لو اتغلب محتاج ان انت تجيب جونين. انما 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 يعني نادي الزمالك هنا محتاج يجيب جونين، هيفكر في الجول الاولاني وبعد كده يفكر. هو ماتش سهل ان شاء الله باذن الله، ونادي الزمالك ان شاء الله باذن الله يعدي الدور واعتقد الفرقه مش بالقوه اللي هي تخوف نادي الزمالك على في ظل وجود مجموعه كبيره من اللعيبه الجيل اللي موجود الحالي، كلهم لعيبه على مستوى عالي وكلهم عاملين نتائج في مستوى في منتهى القوه لنادي الزمالك. انما دي وجهه نظر الفنيه في الحاجات البسيطه اللي انا على التشكيل. في تغيير كتير في التشكيل شويه في يعني تغيير كتير. الله ينور عليك. لعب النهارده يعني احمد علي بادئ، لعب النهارده معروف يوسف برده من البدايه، احمد توفيق نزل من البدايه النهارده على الرغم ان الماتش اللي فات لعب بطارق حامد. مصطفى فتحي بيحاول برده يعمل روتيشن شويه او يعمل مصطفى فتحي كان بيلعب ناحيه اليمين النهارده بيلعبه تحت اتنين فراوده. يعني انت النهارده ما غير في الشكل وفي يعني في الطريقه عليك. وفي اللعيب الاسماء الله ينور عليك. عشان كده ممكن طلعت النتيجه الى حد ما من وجهه نظرنا، حتى لو هي في ظلمه، حتى لو نادي الزمالك اتظلم. وعلى فكره اللي بيقولوه من بره كابتن كريم انا متوقعه. الموقف ده حصل معانا في ديامبور يا كابتن كريم، وخدنا علقه هناك. فين؟ في ديامبور في السنغال. خدنا علقه هناك كابتن والله. كريم والله العظيم بجد، وفتحوا شفت الدوماني قبل الماتش وكارثه يعني في منتهى. انا حصل كده مع منتخب مصر في الكونغو. قال لي اسلام علي اكلنا علقه انا اللي اتضربت كمان. يعني اصطادوني كنت بعلق على الماتش يا كابتن جوده وقاعد فوق، والمنتخب خلاص كسبنا 1-0 كان في رمضان، ابو تريكا كان جاب الجول، وانا لابس بقى تيشرت منتخب مصر كنت بعلق على المباراه في الاذاعه، ونازل بقى راحوا جايبيننا بدينين من طرد. لا هناك عصبيين جدا في الكونغو. ويعني لا احنا كلاعيبه بقى كابتن كريم، احنا كلاعيبه في الملعب واحنا واقفين صف قدام الحكم، واقفين احنا بطيبه جدا، ولقينا لعيبه الديامبور نازلين من ورانا كابتن كريم بالاقلام وبالشلاليت. ده بعد الماتش؟ قبل الماتش. قبل كمان؟ والله العظيم قدام الحكم وقدام احنا بقى قلنا خلاص هننزل الملعب هنموت بجد يعني. لاني حصلت مشكله هنا. لو انت وحش كمان ما شاء الله. طب وايه بقى الماتش ده كان كام؟ خلص احنا كنا كسبانين هنا 3-1 وخلص 1-0 وليهم ومش عايز اقول لك كابتن كريم عبد الواحد وخط الدفاع بتاع نادي الزمالك شال حاجات نجوم الماتش بلا يعني احنا ما شفناش نص الملعب بتاعهم طبعا، لان في الملعب تخيل هم اللعيبه قبل ما تنزل بتتضرب، تخيل في الملعب يعمل معاك ايه فعلا. ومفيش حكام ولا حكم مين حرق ولا اي كلام. كابتن جوده شايف فرصه الزمالك ايه في البدايه؟ بس عايز اعلق على حاجه في تكتيك نادي الزمالك او على المدير الفني على وجه الاخص يعني كابتن كريم. يمكن يعني طبعا كل الاحترام والتقدير ليه ومجلس الاداره وكله، عشان بيبقى في حساسيه شويه اما حد من الاهلي يتكلم على عادي. لا عادي. ولكن طارق السيد كان بيتكلم على الاهلي واحنا بنتكلم عادي يعني برضو اديهم برضو احترامهم، ولكن يعني لازلت وجهه نظري ان بقول ان اصرار لاعبي نادي الزمالك ومهاره لاعبيه هم اللي بيحسموا كل اللقاءات حتى في الدوري.
يعني ما زلت برضو ابحث عن بعض الجمل الهجوميه لمستر فيريرا، مش لاقي بصراحه كابتن. يعني ما اعرفش حضرتك تأيدني في الكلام ده. متفق معاك على فكره، بتكلم فيها على طول. يعني ما فيش شغل جماعي هجومي نادي زي ده، انا دايما بقول اللفظ ده، يعني كلها حاجات فرديه، كلها حاجات فرديه. يمكن لسه برضو كنت بتكلم مع كابتن طارق، يمكن تركيزه على النواحي الدفاعيه، وفعلا نادي الزمالك بيأديها يعني بصوره كبيره. محمد كوفي، علي جبر، حماده طلبه، حتى اهتمامه بحماده طلبه في الناحيه دي مؤثر برضو، زي نفس الكلام اللي قلناه على سعد سمير. يعني يمكن لما بيلعب احمد سمير، ولكن مقبوله كابتن كريم في الماتشات الافريقيه اللي بره، اللي بره مقبوله. احمد سمير بره خالص النهارده، فما زلت بقول متعور. انا قدامي ان هو بره متعور المصاب، فما زلت بقول ان اصرار لاعبي نادي الزمالك وقوتهم الدفاعيه بجانب مهارات مصطفى فتحي وايمن حفني واحمد عيد عبد الملك وباسم مرسي واحمد علي، هي اللي بتدي الزمالك التفوق. وحتى دلوقتي يا كابتن عند نادي الزمالك بيحرز هدف وبيتراجع بصوره كبيره جدا للدفاع. يعني يمكن حتى لما الواحد بيجي يتكلم يقول لك بياخد اللي هو عايزه من المباراه، ولكن مثلا يا كابتن ما بلاقيش زي ما كابتن طارق بيتكلم عمر جابر وحازم، ما بلاقيش الاوفرلاب. يعني الحاجات حتى الحاجات السهله الوان تو الكروسات لا بتيجي بمهاره فرديه. شفنا اخر مباراه مع النادي المصري، انا بتكلم على الدوري، شفنا بمجهود فردي من مصطفى فتحي. فاعتقد ان مستر فيريرا بحاجه شويه ان هو يركز في النواحي الهجوميه، ولان اللي بيحسم له الكلام ده مهاره لاعبيه. وممكن المهاره انا النهارده موفق هتكون موجوده، ان انا بعدي من واحد باخد بنالتي او بشوط شوطه بتيجي هدف، ولكن في اوقات كتير جدا الفرقه بتبقى مقفله والمهاره ساعات التوفيق عنها بيغيب، فبيكون محتاج شغل جماعي، محتاج شغل جماعي. ده اللي انا بذلت بدور عليه مستر فيريرا. يعني كلنا حتى كمدربين صاعدين او بنحلل او بننقد بنحب جدا، يعني اما جه السي في بتاع مستر فيريرا انا واحد من الناس قلت الحمد لله هستفاد، لان واحد اسم كبير جدا حاصل على الدوري البرتغالي، دي حاجه كبيره جدا، احسن مدرب في الدوري البرتغالي. ولكن لازلت ابحث عنه في النواحي الهجوميه، وان كان في النواحي الدفاعيه اصرار لاعبيه اكتر منه كمان تنظيم داخل الملعب. طيب تعالوا، يعني اكيد خلصنا كلام على الاهلي والزمالك، ولو كان معانا صوره من مباراه الزمالك كنا اتكلمنا اكتر، لكن ان شاء الله الفرقتين يعدوا يا طارق باذن الله لدور الثمانيه في الكونفدراليه. الاهلي ان شاء الله مع الافريقي التونسي رغم ان المهمه مش سهله. الزمالك انا شايف ان مهمته اسهل هنا في مصر، يقدر يعدي يكسب 2 و3 وان شاء الله مستريح من بدايه المباراه ويريح القصه. يعني متفق معايا الزمالك اسهل يا كابتن من الاهلي؟ الاهلي موقفه لحد ما مش سهل. مش بس كويس الاهلي كسب طبعا، رايح كسبان برضه. دي نتيجه ايجابيه جدا جدا جدا، وده تغيير، والاداء برضه يديك انطباع ان الاهلي ان شاء الله هناك يعمل مباراه كويس. احسن صح يا كابتن جوده؟ وكمان يا كابتن في حاجه برضه يعني لازم نلاحظها، ان ده اول هدف يدخل مرمى النادي الاهلي، وان كنت اتمنى برضه ان يدخل كان في الدوري وما يدخلش في بطوله افريقيا. اول هدف يدخل مع النادي الاهلي مع كابتن فتحي في اربع ماتشات. اعتقد دي نسبه جيده جدا، وان كان ان الهدف في البطوله الافريقيه يعني، ولكن ان شاء الله يطمننا ان هناك ما يكونش فيه اهداف. طيب عايز اخد رايكم سريعا كده، يعني كنتيجه في ماتشات بكره، احنا وقتنا خلاص بيخلص، وبكره في حوالي 2 4 6 ماتشات بكره في بطوله الدوري، لو تعرضهم لي يا توني كده على التلفزيون على الشاشه عشان مشاهدينا يشوفوا الماتشات اللي هتتلعب ان شاء الله بكره في بطوله الدوري. 6 ماتشات يا كابتن طارق وكابتن جوده، الجونه والمصري، الرجاء ودمنهور، وادي دجله والنصر، اتحاد الشرطه وطلائع الجيش، ام بي والداخليه، بتروجيت وحرس الحدود. يعني ناخد ماتش ماتش كده. وادي دجله والنصر يا كابتن طارق، لا ماتش سهل بالنسبه لوادي دجله اعتقد. انا سهل رغم ان موقف مصر، يعني موقف ماتشات كؤوس كلها. بتلعب في عندهم، هو نادي النصر في عنده اداء كويس بيأدي، انما طبعا اعتقد وادي دجله الجونه والمصري ماتش صعب جدا، ماتش صعب جدا جدا ما جدا، تقدرش جداً تقول نتيجه. ماتش صعب متكافئ، لان الاثنين بينافسوا على الهبوط. الجونه اكتر من 36 يعني الاثنين يعني نفس ماتش صعب الترتيب، لان اللي هيدوس على الفرقه اللي هتدوس على الثانيه هتعطلها شويه. الرجاء ودمنهور برضه ماتش ده سجال بين فرقتين كده كده نسبه هبوطهم كبيره الاثنين، فهيبقى ماتش مش في اسكندريه على فكره، الماتش في ملعب الفرع ممكن الرجاء يكسب، استاد برج العرب ممكن الرجاء يكسب، اتحاد الشرطه وطلائع الجيش برضه ماتش حلو، ماتش متكافئ، ماتش حلو متكافئ، اتحاد الشرطه اهدى شويه موقفهم احسن. بتروجيت والحرس ماتش صعب جدا على الحرس، فرقه الحرس في موقف صعب جدا يا كابتن كريم، بالظبط. وكان الكابتن عبد الحميد استقال ورجع تاني في استقالته، او مجلس الاداره اعاده تاني، ماتش صعب جدا والله يكون في عونه. فرقه الحرس بتمر بظروف صعبه جدا السنه دي. ام بي والداخليه
برضه ماتش رخم على انبي، انبي فرط يا كابتن كريم في نقط سهله جدا في المنافسه. انا مش يعني مش متخيل الاداء اللي انا وصلت له في الفتره اللي فاتت دي، وبعد كده الاقي نفسي في اخر فتره بفرط في نقط سهله جدا. يعني اعتقد لعيبته هتندم ندم كبير جدا في الفتره الجايه. كابتن جوده، وادي دجله والنصر. وادي دجله والنصر يعني عايز اقول مستوى وادي دجله يقلق شويه يعني في بالنسبه للمباريات السابقه، وبرده مستوى النصر في تقدم، فاعتقد مباراه مش سهل خالص. بختلف مع كابتن طارق ان هو قال سهل على وادي دجله. الجونه والمصري، يعني الجونه والمصري طبعا الاثنين لسه نقدر نقول ان هو ان هم برده في مرحله خطر، عايزين يعدوا الفرقتين. اعتقد اللي هياخد الثلاث نقاط هيطمن. الجونه كان كسب المصري المره اللي فاتت استثنائيه في الدور الاول، والجونه والجونه معنوياته اعلى، راجع من فوز كبير على حرس الحدود في اسكندريه، فدي برده مدياله دفعه كويسه، وان كان الجونه بيلعب على ملعبه اقل شويه من بره. لا بس هم ممكن في المصري في الاسماعيليه، ماتش في الاسماعيليه برضو يبقى ماتش صعب جدا على النادي المصري. يعني الرجاء ودمنهور، يعني فرصه اخيره للرجاء. انا مش حاسس ان يعني هي بس ان الدفعه المعنويه بتاعت كابتن محمد عمر ان هو تولى الرجاء اعتقد هي دي اللي ممكن تفرق، انما اعتقد دمنهور ما فيش اي امل خالص، حتى بيلاعب فريق احتمال يهبط. يعني بنقول دمنهور مستواه بيعلى شويه ان بيعرض نفسه، اللعيبه بتعرض نفسها. فاعتقد ماتش حتى ممكن ما يبقاش حتى متشاف، فاعتقد دفعه معنويه للرجاء اكتر منه لضمنهور. اتحاد الشرطه والجيش، يعني مباراه صعبه جدا. اعتقد اتحاد الشرطه ماشي بصوره كويسه، اتحاد طلائع الجيش ابتدى يعود تاني مع التعادل مع انبي، التعادل الاخير مع انبي، فمن هنا صعوبه المباراه. يعني بتروجيت والحرس، من وجهه نظر المتواضع اعتقد من الفرص الاخيره للحرس ان يبقى في الدوري. يعني بتروجيت اقرب، بتروجيت اقرب طبعا، ولكن يعني حرس الحدود لازم يبقى فيه اصرار اكتر على الفوز حتى لو كان خارج الارض، عشان يعني وضعه لا يليق ولا بالمدير الفني كابتن عبد الحميد مسيوني ولا بنادي الحرس. انبي والداخليه، اعتقد زي ما بقول لحضرتك كابتن كريم، مستوى النادي الاهلي وضغطه على نادي انبي هو اللي ادى لتراجع مستواه، لان اللعيبه بتفكر خلاص النادي الاهلي جاي هياخد فعامله ضغوط عليه، فعامله ضغوط كبيره. واعتقد اغلب اللعيبه يعني مش كلها، في لعيبه كبيره مش متعوده على الضغوط دي. يعني نتمنى ان شاء الله بكره نستمتع بلقاءات الدوري المصري. بكره عندنا يوم طويل يا كابتن طارق، هنبدا بقى من الساعه ان شاء الله زميلي اشرف، كابتن اشرف ممدوح باذن الله هيبدا الساعه 2، واحنا مع كابتن وليد صلاح الدين وكابتن علاء ايهوب الساعه 3 لقاءات الدوري الممتاز. يعني بطلب بس من مخرجنا احمد التوني، واحنا بعد ما نختم يعرض لنا ملخص للشوط الثاني في مباراه الاتحاد السكندري والمقاولين برضه، عشان المشاهدين ان احنا كان تركيزنا كله على الشوط الاول والكوره اللي احنا اختلفنا فيها. فبعد ما نختم يعني اعرض لنا ملخص للشوط الثاني كده في 3 دقائق، برضو مشاهدينا يعرفوا ايه اللي حصل النهارده في الشوط الثاني بالنسبه لمباراه الاتحاد السكندري والمقاولين، انتهت بالتعادل السلبي 0-0. بشكرك كابتن طارق، نورتنا، ربنا يخليك، شرفتنا، ودايما كده متالق حبيبي. يعني عايزينك تشارك في التدريب بقى قريب. قريب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. كابتن جوده برضو من النجوم الكبيره في كره القدم، وان شاء الله برضو الخطوه الجايه في التدريب قريب، ولا التحليل اللي احنا مركزين في التحليل دلوقتي. لا انا موجود في طلع الجيش، طلع الجيش قطاع الناشئين، ان شاء الله يبقى في فرصه يعني. ان شاء الله. وتشرفت ان انا مع حضراتكم مع كابتن طارق، سعيد جدا باثنين من نجوم الكره المصريه. ربنا يخليك حضرتك واصدقائي كمان جمال جدا. بشكرك كابتن، بشكرك كابتن جوده، بشكر كل مشاهدينا في كوره كل يوم. بشكر اسلام صادق طبعا رئيس تحرير، وكل فريق العمل النهارده احمد التوني بشكره شكرا جزيلا، ومحمد مجدي في الاخراج، بشكر محمد ابو الليل وعبد الحكيم علي ومصطفى نوير وياسر صادق في الاعداد، بشكر كمان هشام الملاح، وبشكر كل طاقم العمل اسلام فرج ومحمد شحاده في الانتاج. بكره استنونا ان شاء الله مع الاستوديو التحليلي لقناه النهار رياضه ولقاءات الدوري المصري باذن الله. لمودي على طول، وفي هذه اللحظه سافرت نهايه الشوط الاول ركلة مرمى الاتحاد السكندري. وبابا أركو تسلل، راية مرفوعة في وقتها من هشام الدسوقي ابن المحلة وابن الغربية، ركلة حرة غير مباشرة للاتحاد سالم، 6 أهداف محمد سالم في المصري، هدفين في المصريف علاء، ويلعب الأمامية. أدي محمد سالم اللي مخطوفة المرة دي وفايتة، ويقدر يروح وبصعود مرة تانية. أكرم يا عبد ربه، محمود عزت وابو السعود اعتمدوا على بعض، راح اكرم عبد ربه شويه اجراه. معلم حسن شحاته اللي امام حضراتكم في حواره مع محمد عوده، خرج ماشي فضل، ماشي من واحد من الثاني يمرر، بابا اركو ياخد لسه داس على كورته، يوزع في الجانب الايسر ومش تسلل، شريف علاء عرضيه خطوره هوبا،
في استاد اسكندريه اكيد كريم طبعا والده النجم الكبير كابتن حسن شحاته، اسلام بيتابع شغله نستمتع بيهم ان شاء الله على شاشه التلفزيون. ما شاء الله اسلام صادق وكريم حسن شحاته بنرحب بيهم في اسكندريه وكل خارج عامر صبري ويلعب محمد عادل. هيخرج بابا اركو ويلعب رقم 27 يجي ادي هاني سعيد وادي عمرو ورده معار من النادي الاهلي ايضا العميد خالد عبد الهادي والعرضيه التحدويه يطلع محمود ابو السعود فتحي مبروك عبد الرحمن فاروق حسام عبد العال اماميه في اتجاه فضل محمد سمير شريف علاء يستلم ياخد شريف فايت فايت هيلعب العرضيه وادي العرضيه وادي فاض يلمسها خطر لمسها وموجهها سنتيمترات بعيد عن القائم الايمن كان بدلا من رقم 14 محمد خلف سجل شيكا رقم 37 ماتوا اول باول على لعيبته ماشي عمرو يوزق يا سلام على اللمسه حلوه 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 فتحي مبروك عرضيه عددهم قليل داخل المنطقه واتلعبت يا سلام يا ابو السعود حلوه تقر نهائيا في المقاولون العرب محمود ابو السعود ادي العرضيه وطالع وماسك يعني شركه لاعب المقاولون العرب بعيد عنه محمد حمدي زكي هذه محمود ابو السعود وذي اللعبه وذي الاعاده مع الوحده العشره بليسنج كده 100 تسقط في اتجاه شريف علاء وركله حره فهذه اللحظه صافرة نهاية الشوط الثاني واللقاء واعلان تعادل سلبي بين الاتحاد.